إلى أجل غير مسمى، علقت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لحل الأزمة السودانية جلسات الحوار المباشر التي كان من المقرر استئنافها الأحد وفقاً للبعثة الأممية. مصادر سودانية قالت إن اجتماعات الآلية الثلاثية تأجلت بناء على عدة تطورات، أهمها اللقاء الذي عقده المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري بالمجلس السيادي بوساطة سعودية أمريكية، مشيرة إلى أن الآلية الثلاثية تعكف على دراسة الوضع وتقييمه بناء على التطورات الأخيرة. وانطلق حوار الآلية الثلاثية في الخرطوم الأربعاء الماضي بهدف حل الأزمة السياسية في السودان باستدعم دولي تقوده الولايات المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، مع تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتنفيذ مخرجات الحوار. وبدأ الحوار باجتماع تحضيري ضم الجبهة الثورية بتنظيماتها المختلفة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وتحالف الحرية والتغيير الميثاق الوطني وأحزاب سياسية أخرى، فيما غابت عن الاجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير معللة ذلك بعدم تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين، كما امتنعت لجان المقاومة عن المشاركة بدعوى رفض أي تفاوض مع المكون العسكري.